بسم الله الرحمن الرحيم. كيف مشوا اليوم؟ كانت مقابله صعيبه، مقابله اعتبارها مقابله سد امام فريق ميش، كانت كتحتم لينا 3 بوان اليوم، والحمد لله بالعزيمه ديال اللاعبين والاراده اليوم استطعنا اننا نحقق الفوز، وكنشكر الجماهير وكنتمنوا اننا نكملوا في هذه السلسله ديال النتائج ايجابيه، وان شاء الله كنوعدوا جماهير شباب محمديه بان شباب محمديه يبقى في هذا القسم، وكذلك كنشكروا جهويه بريس على التغطيه المباشره ديالو. شكرا. اكزاكتومون كما قلتي، يعني اولا كنشكر جهويه بريس على المواكبه ديالها دائما لفريق شباب محمديه، ايضا الجماهير اللي جات وحجات لان الجمهور هو اللاعب رقم 12، يعني كما شتي ساندنا وحتى للدقيقه الاخيره. الحمد لله اللعاب ادوا المهمه ديالهم كما عليها، احترموا لي كونسين ديال لونترينور، خدموا بجديه، لان كما تعرف لعبنا لو سامدي لو ماتش لو ميركودي، دونك الحمد لله يعني كانوا كونسونتري في المقابله، كانت العزيمه، كانت رغبه، المهمه باقي ما انتهتش، مازال خصنا نحصلوا 3 نقاط ان شاء الله في المباراه ديال التوارقه، ونتمنى هذا الجمهور يجي يحرز بكثافه ان شاء الله في المباراه الاخيره ضد مارسي لانها تكون حاسمه. فقط دخلنا المقابله باش نجيبوا حتى حنا بواحد النتيجه ايجابيه، ولكن كما تيقولوا كانت اخطاء تحكيميه سيرتو في الحكم ديال الشرط، كانت اخطاء تحكيميه قاتله اللي قتلتنا اليوم. اما الحكم الوسط والحكم الشرط الثاني كان في المستوى صراحه الله، لان جوج اهداف اللي عطاهم الحكم الشرط اللي عطاهم لهم في 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 في, 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 في الشوط الاول، فقتل الفريق، لان هذاك الشيء كان قصود، هذاك الشيء كان قصود، ماشي زعما صراحه الله، لان تتاسف بزاف سيتو الحكم الشرط الاول. الحمد لله، اول شيء مهم هو الانتصار، تحقق اليوم بهدفين لصفر، انتصار بعد 4 المقابلات خدنا فيهم غير نقطه، يعني كان جا من بعد واحد الجفاف والجفاء، الان الحمد لله جاء انتصار، باقي الخدمه، باقي خصنا 2 رباحات ونتسناو الفرق الاخرى. النتائج الاولى اللي عندنا الان بان الحمد لله ربما في صالحنا، لان ديمقراطية تعادلات، يعني غتبقى مازال لعبه على الطلوع، توارقه خسرات، يعني ان المقابله المقبله خصنا حنا نربحوا نلعبوا الرباح، نربحوا توارقه ان شاء الله ونربحوا مارتين، وان شاء الله تعالى غيكون غنصوفيو. اليوم كانت روح قتاليه ديال اللاعبين، سجلنا في الشوط الاول وهذا مهم، لانه ملي ما تنسجلوا في الشوط الاول ما تنربحوش حسب الاحصائيات كامله، ماركينا في بريمير ميطون، وهذا الشيء اللي بغينا. كانت واحد العمل جماعي ديال اللاعبين، واللاعبين اللي دخلوا في الاحتياط كانوا اداوا المهمه ديالهم، يعني الحمد لله. نطلبوا الله سبحانه وتعالى اننا نفرحوا النهار الاخر ان شاء الله في مارتيل، هذا هو اللي بغينا ان شاء الله تعالى. شكرا. الحمد لله، وكنشكروا على انتصار فريقنا العزيز اللي هو فريق شباب محمديه، وكنتمناو يعني العام القادم ان شاء الله بتحقيق الصعود، وهذا العام اللي حنا ما تاتاش لينا الصعود، والحمد لله اللي مرينا من الازمه اللي هي عدم النزول الى قسم وطني الثاني، وهذا يعني وهذا باطار اللاعبين الكبار اللي هو لاعب بادر تشيز ولاعب من جديد. كانت في المحمديه خويا، حنا كنبغيو شباب فريق المحمديه، وحنا ديما شباب محمديه، وكنتمناو هاد لي جون هذا يعطيونا المزيد والمزيد. واش غنقول لك، ديما شباب محمديه اخويا. السيد هذا عطى للشباب وما عطاش الشباب من الاخر اخويا، ولاد البلاد ديما تيضيعوا، براني وليت يجي هنا تيستافد صراحه، شان خويا